قلد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الرسام الكاريكاتوري بيير صادق وسام الأرز الوطني من رتبة كوموندور تقديرا لعطاءاته. وزير الإعلام وليد الدعوق الذي مثل رئيس الجمهورية أكد أن صادق كان أول من أبدع في الكاريكاتير في لبنان ونقل هذا الإبداع إلى العالم. من جهته شكر صادق لرئيس الجمهورية التفاتته آملا أن يصار إلى تكريم المنسيين في لبنان.